Uh, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين My well, respected brothers and sisters السلام عليكم ورحمه الله وبركاته and welcome to the Quran tajweed and the hadith class inshallah uh, today we we'll recite uh, from surah الأنبياء from آية 45 إن شاء الله yes uh, if you have this مصحف the page number will be uh, 326 ثلاثة اثنان ستة ثلاثمائة ستة وعشرين

from آية 45 إن شاء الله until آية 57. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي, قل إنما أنذركم بالوحي. قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون إذا ما ينظرون ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون يُنذَرُونَ, ينذرون إِذَا مَا يُنْظَرُونَ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْظَرُونَ ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون So الصم we have غنة ولا يسمع الصم we stop on the ميم and they make غنة الدعاء ما ها أه؟ واجب متصل وميكت فور حركات okay. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك عذاب ربك عذاب ربك سو so, uh, ترقيق وميك نوت نوت سترونج عذابي عذابي اه uh. ولا ان مستهم نفحه من عذاب ربك وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا ۗ إنا كنا ظالمين إنا كنا ظالمين ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ما شاء الله ما شاء الله لا يا ويلنا إن كنا ظالمين ما شاء الله you are perfect in بيرفكت ما شاء الله الحمد لله ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك عذاب ربك ولا إن مستهم نفحة من عذاب ربك "ليَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ". لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا أتينا, ب... أتينا بها نوت uh, أتينا if we say أتينا the meaning will change أتى غير أتى مختلفة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها اتينا بها اتينا بها وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانِ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانِ، ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وضياء وذكرا للمتقين ذكرا وضياء وذكرا للمتقين <applause> ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهم من الساعة مشفقون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهم من الساعة مشفقون وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ 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 وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ مبارك انزلناه مبارك انزلناه وهذا ذكر مبارك انزلناه أفأنتم له منكرون أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه انزلناه وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Okay, we'll make it too. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل اذ قال لابيه وقومه اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون التي انتم لها عاكفون التي انتم لها عاكفون اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين As we said uh, last time, uh, here we have two mad. Okay, one munfasil and one muttasil. وجدنا أبا أنا. So two four. Okay, so وجدنا two أبا أنا four. So be careful when you say two, four. قالوا وجدنا آبانا لها عابدين آباءنا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ب قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لقد كنتم، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين وانا على ذلكم من الشاهدين ذلكم آه، ترقيط وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم. وتالله لأكيدن أصنامكم. بعد أن تولوا مدبرين بعد أن تولوا مدبرين ،وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. بارك الله فيكم الحمد لله. Uh, we recited دعاء together and إن شاء الله, I will recite for you. Please follow my recitation, إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولا إن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا، وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة وهم من الساعة مشفقون "وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين،" إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين الحمد لله we recited the ayat now uh, two times if any brother uh, find some ayat not uh, need to be repeated please tell me inshallah في بعض الآيات صعبة شوية ممكن نعيدها مرة أخرى إن شاء الله. Is there any آية؟ Difficult؟ هم؟ Ok إن شاء الله. Ok now we go to the meaning of the ayat. We make little تفسير for the ayat which we recited today. قل قل we said before when you see the word قل it means to say and this is to the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب قل means يا محمد صلى الله عليه وسلم say okay. إنما أنذركم بالوحي

to hear you if you talk to him too much he will never hear anything from you okay allah subhanahu wa ta'ala making uh, this example also for uh, the people who listen to the guidance came to them from allah through the prophet muhammad and they don't believe they don't get in their hearts Because usually, brothers and sisters, usually we say, Al-Hidayah الله Allah. The guidance is only from Allah subhanahu wa ta'ala. And there are two types of hidayah, two types of guidance. هناك نوعان من الهدايه. The first one, هداية الإرشاد. هداية الإرشاد. The second one هداية التوفيق والمعونة هداية التوفيق والمعونة. This first هداية coming from أمياء from دعات the people who call others to Allah. So they have the هداية الإرشاد they show the way to the people. This is the right this is the right way. Yeah. But The second هي دايدة second guidance هدايه التوفيق والمعونة coming from Allah. That's why our beloved prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم he was in Mecca, okay, and he born in Mecca and he was giving his da'wah to the people of Mecca. The people of Mecca they knew him very well. Because he born in Mecca and for 40 years he stayed with them. 40 years stayed with them and they know him very well. Before 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 he received the message from Allah subhanahu wa ta'ala, the people of Mecca they used to respect him very much. But after he received the message of Allah subhanahu wa ta'ala.

يعني you ينؤن know, القرآن الله سبحانه وتعالى سد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون means the first people accepting Islam in Mecca among the Muhajirin and then among the Ansar. Uh, now I will ask you one question and I know it's difficult to answer. السابقون الأولون among the صحابة in إن مكة how many people how many كم عددهم كم عدد السابقون الأولون كم عددهم no, not, to, not this much but how, how, how many people المهاجرون السابقون الأولون

أعرف رابع, رابع من أسلم في مكة رابع من أسلم في مكة number four so we have okay أبو بكر number one from the men من الرجال خديجة رضي الله عنها from the women then علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه from the child because he was not uh, uh, big then number four who is number 4 من من الرابع huh? لا حمزه تعرف حمزه حسناً، حمزه اسلم بعد السابقين يعني بعد حتى ال 75 لانه انتظر فتره من الرابع هو از ذا 4 زيد زيد ابن حارثة زيد ابن حارثة ها زيد ابن حارثة ينو you know زيد ها مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ها so he, he, number four after that number five six seven eight nine ten eleven those أفطر أفطر زيد. there are six صحابة. ها uh, أسلموا على يد أبو بكر الصديق رضي الله عنه. six صحابة became converted to Islam uh, on the hand of أبو بكر الصديق رضي الله عنه. that's why أبو بكر رضي الله عنه in Islam. Uh, أبو بكر very high position in Islam. مكانة عالية جدا في الإسلام.

إلا إلا أبو بكر يعني ده صلى الله عليه وسلم said whenever I call someone to Islam usually he you know hesitate يتردد إلا أبو بكر just when the Prophet الله عليه وسلم said to him about Islam أشهد أن لا إله إلا الله no hesitation very ما شاء الله very direct يعني لم يتردد بخلاف ال... بخلاف الصحابه الاخرين الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم الى الاسلام يت... يأخذ فيه في تردد شويه الى ان يسلم لكن ابو بكر رضي الله عنه كان بدون تردد ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. If Allah سبحانه وتعالى give those uh,

Allah سبحانه وتعالى is giving a chance to 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 the people, you know, uh, giving a very big chance for the people. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. On the day of judgment, يوم القيامة, Allah سبحانه وتعالى will put the very uh, perfect skills for the deeds of the people, okay? and to know how how the skills will be very perfect. Allah subhanahu wa taala said, وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. even the amount of uh, good deeds or bad deeds it's little. very little Allah subhanahu wa ta'ala will bring it and to be skilled on the day of judgment ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين Here Allah subhanahu wa ta'ala talking about Musa wa Harun. And as we know, Musa alayhi salam, one prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, و موسى uh, عليه السلام از 1 اوف ذا 5 5 ها قولوا اولو العزم من الرسل قولوا اولو العزم من الرسل ان uh, القران الله سبحانه وتعالى سد اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل اصبر مينز الله سبحانه وتعالى توكن تو ذا محمد صلى الله عليه وسلم to be patient as أولو العزم من الرسل أولو العزم من الرسل five five رسل number one before إبراهيم نوح 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 عليه السلام okay then إبراهيم موسى عيسى عليه السلام and محمد صلى الله عليه وسلم

القرآن ليس القرآن التوراة توراة جيفن تو موسى عليه السلام okay. وهذا ذكر مبارك This is القرآن هير ذكر الله سبحانه وتعالى قال القرآن here. هذا هذا this ذكر أوكي okay. القرآن ذكر مبارك لزد by الله سبحانه وتعالى أنزلناه وريظلته from, اللوح, المح... from uh, اللوح المحفوظ to the prophet محمد صلى الله عليه وسلم by جبريل عليه السلام. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الله سبحانه وتعالى ذن talking about إبراهيم عليه السلام. ازويو ابراهيم عليه السلام هي ريتش تو الله سبحانه وتعالى باي هيز مايند هي ستارت تو ثينك اباوت ذا اراوند الله سبحانه وتعالى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Uh, uh, remember when Ibrahim عليه السلام said to his, his people, What about the statues you are all the time worshipping? قالوا وجدنا أبا أنا لها عابدين. We found our, our elders and our people uh, worshipping it. that's why we are following them. قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضلال مبين. He said you and your uh, uh, elders in very wrong way. قالوا أجيتنا بالحق أم أنت من اللعبين. You came by truth or you are just uh, playing. قال بربكم ربكم رب السماوات والارض الذي فَطَرَهُمْ I, I am calling you to الله الله is the one who created the heavens created the earth created everything in this universe the last ايه وتالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين تالله what is the meaning of طلّهي? swearing by Allah okay

Ibrahim A.S. said that to the people or he said that in himself. <laughs> what, what, what you can imagine? In himself. Yes. Of course he said that in himself. And now he talked to them, uh, tried to convince them to accept his call to uh, Tawheed, but they didn't accept. So, in front, they are in front of him but he said in his heart ok I will do something to your status why we say uh, what is the evidence that he said in his heart actually the evidence Omar, it will come inshallah next week in the ayat which we will recite next week inshallah ok we will know the evidence from the ayat inshallah we will study next week inshallah uh, now, any question, brothers? Before going to Tajweed of the Ayat, any question for the meaning or anything in the Ayat here? Yes, sir. Yeah, it's not directly related to this uh, Ayah, but by the end, it's the swear, like Ibrahim Al Islam swears. Hmm. So, like it's not yeah. normally uh, in quran also and in islam normally uh, swearing is discouraged uh, and especially swearing by others like, mm -hmm. uh, if you want to swear you please uh, swear by the by name of allah, allah yes. but better not to do yes but yes. when i see the arab brothers mm -hmm. in every sentence they start with wallahi wallahi so, it's, it's not, not good not good actually not got to say wallahi to swear by Allah subhanahu wa ta'ala for everything. Yes. Okay. <laughs> Means, uh, The meaning of this ayah that don't make Allah subhanahu wa ta'ala uh, uh, on your tongue swearing by his name when it's not needed. Yeah. I can swear when it's needed, like something happened and uh, I want to say uh, uh, my, my witness about something yes and the people will not trust at the time I will say wallahi by Allah but if it's not needed don't say or then swear by Allah subhanahu wa ta'ala at all so like normally what they do they don't even feel that they are swearing by the name of Allah the... it became like habit yeah it became it like became habit, habit yes because even like like a today I was seeing yeah. like one brother he was like talking about something very Trivial thing, yeah, 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 yeah. And he was like, Wallahi, mm -hmm. like he starts with this. So, like, I was thinking whether it's very I don't no, know. no, actually, it's a mistake, but uh, sometimes it's came by the habit, yeah, the habit of the people. If you are living in some society like the Arab society, some Arab society, not all, uh, all the time they say, Wallahi, 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 but better not to say Wallahi until it's needed, okay.

this one we say صفر, صفر مستطيل مستطيل it, it's like like this shape صفر مستطيل means if i stop i will pronounce the alif if i say wa now i pronounce the alif wa but if i continue this alif will not be pronounced like this one وأنا على ذلكم وأنا yeah. وأنا على ذلكم من الشاهدين so here if I وأنا على here i don't pronounce huh? here i just pronounce the fatha here i say this this noon fatha okay so here wa ana if i if i want to pronounce like this this one i will say wa a na but this one is not not long this na

I will not pronounce uh, mustadir, mustadir will be like this one, look, Sorry. but mustadir will be like this one, okay, if you find like this one in Al-Quran, uh, on any letter, means don't pronounce, but if you find this one, like here, it means if you stop, you pronounce, if no, uh, you continue, no pronounce, بركة الله فيك any other question إن شاء الله لا if you stop وانا you, you pronounce the alif okay. but if you continue the alif will be dropped so say وانا على look وانا على so it means you pronounce just the noon with فتحة no alif yes any other question إن شاء الله

وضياء وذكرى. م. بارك الله فيك. وضياء وذكرى. آية 48. أبا أنا. آية 53. أباؤكم 54.

ظهر means نون سكون أو تنوين and after that one of the six letters همزه ها عين غين ها من 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 خرد من خردل yes. آية 47 من خردل يس yes. ميم and then نون سكون اند خا من خردل اجين خردل اتينا تنوين اند همزه يس فيري جود انذر ذكرا للمتقين نو ذس ادغام مبارك انزلناه يس yes. مبارك تنوين اند همزه مبارك اند تنوين and then همزة. ها؟ uh, another maybe until now no no no. ah oh, there is nothing after that. Jodhadan illa ah Jodhadan

حبةٍ أه حبه من يس من. Yes. حبه من وضياء او يس وذكرا لل وضياء واضغام وضغن آه. وذكرا للمتقين اضغام ذا غن الذين يخشون ربهم بالغيب وهذا ذكر مبارك ذكر مبارك يس yes. اضغام وضغن

اوكي okay, الحمد لله قال بر ربكم قال بر ربكم Yes بر ربكم بر ربكم هي لام و را لام را. This is ها uh, عمر ها بر ها ال اللام والراء دول مثلان متقاربان متجانسان أني واحدة أي أيهم you know the meaning of متجانسان <laughs> so uh, how come it's متقاربان okay so when we have two letters متقاربان first one سكون second one with حركة we make إضغام like this one this one بل ربكم بل ربكم This is the uh, uh, original like this, but in the Mus'haf not written like this. In the Mus'haf, if you look, not written like this. But this one, the original one. Bel لام سكون and then را ربكم را فتحة but because uh, it's near to each others in the مخرج we make ادغام. ادغام means this lamb this lamb will be in the را this lamb will, will be in the را So this lamb will be be disappeared. Okay. Okay, where is this lamb? Became here. So became like one letter, Idrab. Rabbukum. Barrabbukum. Bar -rab. Barrabbukum, -bar yes. Barrabbukum. Yes. Like this one.

The the we have something called sifat sifat al huruf means the characters of the letters. Okay, we have makharij makharij means the place where the letter is coming from which place. Okay, then we have sifat sifat means the characters of the letters. Okay, so if uh, some 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 letters they are their characters are same but they are different letters in this case we say mutajanisan. i know it's difficult for you now it's difficult for 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 uh, for uh, brothers to know it because needs a lot of explanations mm. yes if there is no questions we go inshallah to the hadith inshallah of today از uh, you know, الحمد لله افري ويك وي صم حديث فروم ذا رياض الصالحين اوف امام النووي رحمه الله اند uh, الحمد لله وي ريتشيد انتل 55 باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر Uh, not to miss, not to miss the uh, meaning of the of this chapter. I will explain to you in a simple way. Uh, in this life, Allah subhanahu wa taala allowed us to get to get things and to get uh, uh, everything as long as it's From halal, it will be allowed for a person to get it. Okay. Uh, the problem when the dunya comes to your heart, and يعني to have the dunya في, in, in your hand it's okay. Alhamdulillah, no problem. But the problem if the dunya come to your heart, الدنيا في اليد, ولا في, ولا في القلب.

it will it will it will destroy it يعني إذا 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 الماء دخل إلى السفينة اللي هيحصل تغرق فكذلك الدنيا يعني الدنيا في اليد ما فيش مشكلة لكن في القلب هذه مشكلة so the حديث we go to the إن شاء الله حديث حديث سبحان الله أقوله آياته آيات الحديث عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها فقدم بمال من البحرين فسمعت فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة طوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم من قدم بشيء من البحرين، فقالوا: أجل يا رسول الله، قال: أبشروا وأملوا ما يسركم. فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم Okay, uh, simple. The meaning that uh, the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sent Abu عبيدة رضي الله عنه ابن الجراح to Al-Bahrain to get The, uh, uh, خراج um, to get the جزية the amount of money uh, given by the people of al-Bahrain uh, to the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم so when he came back in the next day صلاة uh, الفجر uh, the prophet صلى الله عليه وسلم after uh, finish صلاة الفجر he want to leave and then all, uh, the people start Yani To Yani uh, stand and want to talk to him. So he smiled and he said, uh, You know that Abu Ubaidah already came from Al Bahrain with some uh, money or something. Uh, and then he said to them the hadith, which is very important that I don't worry about the dunya. Uh, I don't worry about the uh, poor or the poverty to come to you, but I worry about you when the dunya will come and will cover you. And at that time, it will make you compete. And this competition will uh, destroy you as it's destroyed the people before you. Okay, inshallah, Allah Khairan. ان ايكويشنز ان شاء الله فور ذا حديث برادرز نقدر نسوي كويشن ان شاء الله ليتس دعاء ان شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وأتوب علينا انك انت التواب الرحيم رب جعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار خالدين في جنات النعيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيراً